اتفضل يا امجد. يعطيك العافية أستاذ وليد. ألو، اتفضل يا امجد. يعطيك العافية. عندي استفسار صغير أنا بس يا أستاذ وليد. أنت سني ولا شيعي؟ أنا عندي استفسار صغير بس أساس. أنت معلش، أبوك أبوك وأمك سنة ولا شيعة؟ إن شاء الله سنة. إن شاء الله، يبقى أنت سني، اتفضل. إن شاء الله، عندي استفسار صغير أنا يا أستاذ وليد. فهم. الحين الجدال بين الشيعة والسنة أن القرآن عند الشيعة محرم، صح ولا لا؟ تفضل كمل سؤالك. تمام؟ فإذا هم بيقولوا أن القرآن محرم وعند السنة بيقولوا أن القرآن غير محرم، فبالقرآن هل في دلالة بالقرآن أن القرآن أصلا كامل ومش محرم ومش هو مبني على الإيمان؟ طبعا، يعني ده أول سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. الله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله عز وجل عندما تحدى الكفار بأن يأتوا بسورة من مثله، يعني يتحدى الكفار بأن يأتوا بسورة من مثل إيه بالضبط، يعني من مثل المحرف. الله عز وجل عندما يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الله عز وجل عندما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني محذرا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضرب مثال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يحرف القرآن. فالقضية كبيرة. ليش بيقولوا أن القرآن ناقص؟ ومعلش أنا ما هم أساسا لأن القرآن لا يسعفهم، لأن القرآن ضد العقيدة الشيعية. لذلك نحن دائما عندما نقول للشيعي نقول له أتريد الهداية؟ يقول نعم. نقول له اقرأ القرآن، يعني شوف سبحان الله، نقول له اقرأ القرآن بتدبر، اقرأ القرآن. تريد الهداية؟ تريد الطريق الصحيح؟ اقرأ القرآن. الشيعة لا يستطيعون أن يقولوا هكذا. يعني هل طيب في يوم من الأيام سمعتم شيعي، عالم شيعي أو محاور شيعي يقول للشيعة إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة، أو يقول للسنة إذا أردتم أن تعلموا الحقيقة فاقرأوا القرآن؟ أتحدى أن يأتوني بواحد قال هذا الكلام. أنا عندي استفسار معلش. تفضل. القرآن هل أي إنسان، أي شخص، هل واحد بالشارع راح يقدر يقرأ القرآن ويفهمه كامل من غير مفسر؟ يا أستاذ، هناك آيات أساسا تفهم من غير تدخل أي أحد. آيات صح، آيات عربية. طيب الآيات اللي فيها كلمات لم نستعملها نحن الآن وصعب علينا، الناس بتفتح التفسير بتروح تسأل المشايخ، ما فيش أي مشكلة. يعني هو موضوع توارد، المفسر واحد بيعلم الثاني، بعدين اللي تحته بيعلم اللي تحته إلى آخره. ايوه ماشي، بس حضرتك انت عايز توصل ليه؟ ما انا برضو ما فهمتش انت عايز توصل ليه. انا بس بدي افهم نقطه صغيره. فضل. انا لما اجي استدل ان القران غير محرف استدل بالقران نفسه. يا باشا، انت بتكلم مسلمين ولا بتتكلم كفره؟ ناس كثير كفره ومسلمين ويهود. لا، الكفره مش هتروح، الكفره معلش يعني الكفره مش هتقدر تقول له تستدل بالقران على نفسه، فانت مش هتستدل بالقران ولا هتستدل بالاحاديث. ساعتها بقى تستدل بالاشياء مثلا العلميه اللي موجوده في القران الكريم، الاشياء النحويه والبلاغيه اللي موجوده في القران الكريم. ده الكافر، لكن احنا بنتكلم مسلمين مع بعض الان. طب والشيعي لما يحكي لي ان القران محرف استدل باول سوره البقره؟ يا باشا، الله عز وجل يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. خلاص، هنا دلوقتي انا لو الكتاب ده فيه ريب زياده او نقصان هيبقى فيه ريب ولا مش فيه ريب؟ يعني لو القران فيه زياده او نقصان هيبقى فيه ريب ولا مش فيه ريب؟ لا يعني يعني المفروض سيدخل الريب ام لا يا استاذ؟ سيدخل الريب ام لا؟ راح يدخل الريب. صح. حلو. انا بقى كيف ادخل صلاتي وانا اساسا مرتب في القران؟ يعني انا دلوقتي لما اقول الله اكبر، طب هقرا الفاتحه ازاي؟ طب ممكن ناقصه ايه؟ طب هقرأ اي سورة تانية ازاي؟ طب ممكن نقصة او فيها زيادة. هدخل مطمئن ازاي جوه صلاتي؟ فهمت عليك، فهمت عليك. دي نقطة. النقطة التانية، النقطة التانية، نسأل سؤال للشيعة، هل من الممكن ان يحرف القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلهم هيقولوا لا. ليه؟ لوجود النبي صلى الله عليه وسلم.
لو زادوا في القرآن الكريم لجاء النبي صلى الله عليه وسلم وشال الزيادة، حذف الزيادة. لو أنقصوا من القرآن الكريم لجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأزاد ما أنقصوا، صح ولا صح؟ طيب بس هل طيب لماذا لم يفعل ذلك المعصوم عندهم ومع علم الغيب ومع الولاية التكوينية ومعه 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 كل ده؟ على العموم شكرا ليك، بس عشان وقت البرنامج يا اخي.